السلام عليكم. اليوم نروحو نوقفو على التجربة نتاع استصلاح الأراضي نتاع مجمع كوسيدار بولاية خنشلة، حيث أنه العام هذا توسعت التجربة بعد النجاح التي يعني لقاته في السنتين الماضيتين. إذن الآن فيه عملية تاع توسيع الأراضي المستصلحة والمستثمرة في ميدان إنتاج الحبوب الذرة أولا، ثم فيه إنتاج حبوب القمح الصلب واللين بأنواعه. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. طاق واسع تم زراعة الذرة العلفية ضمن استثمار واعد لمؤسسة كوسيدار بمحيط قرقية الصفيحة بخنشلة. فالكلا الأخضر يعد غذاء ضروريا لتربية وتسمين المواشي. توجهنا نحو إنتاج الأعلاف نظرا لأهميتها البالغة في إنتاج الحليب ومشاقاته، وذلك بزراعة ما يقارب 320 هكتار من الذرة بصنفيها العلفية وذرة حب لهذا الموسم، حيث نتوقع مردود يتراوح ما بين 40 إلى 50 طن في الهكتار. هذا بالنسبة للذرة العلفية. أما بالنسبة للذرة حب فالمردود المتوقع ما يقارب 60 قنطار في الهكتار. الصفصفة من الأعلاف الخضراء التي استثمرت فيها كذلك مؤسسة كوسيدار. فبعد الانتهاء من مرحلة الحش تأتي عملية جمع الكلاء بعد أن يجف، فيما هذه الآلة الضاغطة تقوم بربط رزم الأعلاف. نحن نقوم بعملية الحش لنبات البرسيم أو ما يعرف محليا بالفسطة. عندنا يومين من نحشو ورانا روتيناها صحيح. من واحد نهارين ولا ثلاث ايام نعودوا نربطوها. والمنتوج كما راكم تشوفوا راهو خيرات رب العالمين، راهو نتائج مبهره. البرسيم والذره العلفيه مادتان بامكانهما تعويض الشعير والاعلاف المركزه، فهي مدره للحليب ومثاليه للتسمين.